مش هسي الناس بيكركوا في المخدرات اتدخل لك منه يقول لك مخدرات في المدارس واولاد الثانوي والاساس وشوفوا على الصغار الركب فيهم الشغله دي منه نحن ذاتنا السودانيين كيف المشوا الاعتصام هناك كان قاعدين يقروكم مذهب الامام مالك كان قاعدين يشرحوا لهم الطحاويه كان بيحفظوهم القران بالروايات العشر جوا هناك كان في شنو كان بيعلموهم كيف تفسد اولاد الناس بالمخدرات والبنجو والايس والهوس ده شغالين لي جماعه برا محل كلها بقت اجانب من شفاتة السفارات والمجرمين اللي بيتربصوا ببلدنا اللي فيها الخير وفيها دين وفيها شباب والناس ماشيين عمايا ما شايفين اي حاجه بس شايفين قدامهم شاب قدامه في كنداكه من الله خلقه ما حصل شاف السلامه دي قعد فيها 60 سنه ما شاف له شكل زي ده اللي جايبيننا من برا دي الديباجه حقتها شغل برا انت ما جايب خبر انت بس دي بتغشك وتلبس لك بنطلون محزق وصدوره برا وشعرها كاشف عرفتها وعيون مقلبات وانت مما تجي بتكنتك ليك ده قلبه بيكون ما في ذاته مش بيطير يبقى ما في ذاته بعدش ان شربته بنجو ان اكلته فار ان خطت له عظم بتعفيل جوا خشمه ما بكون فاهم اي حاجه علمهم السفه وقله الادب ومعاه التروس دي فيها كان بنجو مخدرات وسفه وقروش ادوها لهم لما المدارس فتحت بقوا مدمنين ديل بقوا دايرين قروش بقوا دايرين الشغله دي تمش وده المخطط اللي هو الجماعه قبل عشان كده بقوا شغالين في الشباب 6 مليون مدمن في السودان 6 مليون الشباب قالوا في السودان 70% تعداد السودان 40 مليون يعني كم 20 الى 30 اقسمها على 6 كل 5 شباب واحد بيتعاطى مخدرات ده التعداد الان دي الحسابات انا ما بكلمك ساي دي الشغله جايه